في وليد، اليوم تم الاعتداء على مسؤول كبير في الدولة ما بذكر اسمه، فهو طالع بسيارته من يعني منطقة صوب الصغير، تم الاعتداء عليه وكسروا سيارته. يعني هذا الحادث يا أخوي وليد لو يصير في أي دولة مجاورة، أي دولة تدعي الديمقراطية لقامت الدنيا، ما في أحد يقبل على مسؤول يمثل السلطة ويمثل جلالة الملك إنه يعتدى عليه. ما يعني اليوم وليد لا تطلب منا نتكلم في موضوع ثاني، أنا اليوم هدفي الأساسي إنه يرجع الأنهج البحرين. إحنا نقول اللي علينا ونخلي ذمتنا أمام الله، والباقي نقول حق قوالة البلد، هذه الأمور أمامكم، وهذا المجتمع مجتمعكم، سنة وشيعة طلبون الآن، وإحنا نقول إن الأمر عندكم وفي رقبتكم أنتوا، ما نتوجه حق أحد ثاني بعد الله سبحانه إلا أنتوا، أنتوا اللي تشوفون الوضع وتعرفون الوضع أكثر من اللي إحنا نعرفه. صحيح. نرجوكم احفظوا أمن البحرين، الليلة لازم يرجع الأمن البحرين، الليلة لازم تنتشر كل القوات وتحفظ أمن البحرينيين. الأخ إبراهيم اللي اتصل، عدد كبير من 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 إخواننا في الجيش، تقريبا 60,000، ما أعرف كم عددهم. نعم. يا أخي نسوانهم في البيوت. يا جماعة يا جلالة الملك ما يقبل هالكلام، هذول محتاجين ناس تحفظ منهم، الحواجز صايرة في كل مكان. نرجوك يا جلالة الملك، حبنا وتقديرنا لك، أنت تاج راسنا للأبد، نرجوك يا جلالة الملك، نرجوك الليلة ننتظر منك قرارات حاسمة مصيرية باسم أهل البحرين سنة وشيعة. نطلب الآن لأهل البحرين كلهم، لا لطائفة ولا لطائفة أخرى، هناك ناس من إخواننا الشيعة مستبدين برأيهم، هناك ناس يعني يتم تهديدهم، هناك ناس صامتين خوفا من الانتقام. ترى احنا ما نتكلم عن الشيعة كأنهم كتلة واحدة، بالفعل احنا نتكلم عن أصحاب الفعل، من دين أصحاب الفعل فقط، ما لنا شغل بالمكان صاحب هذا الفعل، احنا ندينه أكيد، بس ما ندين طائفته، احنا نتكلم عن صاحب الفعل من يأتي فيه، بالفعل وجماعته وكتلته أو جمعيته، هذا اللي احنا نتكلم فيه. يعني اخواننا احنا نتلقى اتصالات من اهلنا واخواننا من الشيعة، في ناس كثيرين يرفضون هالامر، لكن في حال جهن ماي ما يقدرون يتكلمون. صحيح.